بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا كبيرا. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتاس كذال ولاليال ان شاء الله تعالى هدي الله سبحانه وتعالى رالك نغدو كليب ير يربي ان انو دوبو اونا كسابسن الاسئله والاجوبه سؤال يال يو جواب يال افر سؤالات يا قف ولالكين محترم نسي ويدي تاسو أن أنك تلقلي إنا أو كليبير كسوبيو كليب كاس هدي أو أفرت سؤالوت أو إن قاددان هل كليب يا إن شاء الله تعالى جعلي إنا أنك ديكو هدي أو سؤالو جوابتيو إلا بدتون إن شاء الله تعالى لما كليب إنا أنك ديكو يا إسكدية إن شاء الله تعالى سي أو فائدة ددك مسلمين تلمان انديرتو أو عممتو سلاس درادية يا كليب إنك دوبوية سؤال شكوبات يا ميئتة ومحي حقونك أو والدك إنانشي أمرو إنا إسلام تسفرو سواب لأن إنا أسوك فرو كأمرو زلنكان أنهدروك نوالدين يا ميجرينا إنانك أسوكي أو إسلام تسجعليو أما جبديني هرتشي جعلو والدك جبدي أبميشان كسباح كرادي ننكس حكي فرو أنروك سيدي أما والدك أو يركع نليا سبحانه ما يدهايا نجبر تسنين كفر، برك يوغي أو أرمها سواب أو شرعين إنجراينه. لكيابه لما ذو والد إنا أو هرغفير عن دهيت ولكيابه أو سداس درادية منن كان ربان إنا يو دميان. برك شرعي إسلام ك نظام كس أو كلاميك قبت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شرعي إسلام كوا شرعي أو مطهر وشرعي أو نظيف إلهي سبحانه وتعالى سطهيري أو نظيف سنو وحلال وحي وناكس إلهي سبحانه وتعالى ننكشاقي وحلال وحي حمان وقفك مسلم كألا كربو إنا أسك الدكتونادوني شرعي إسلام كإلهي سبحانه وتعالى ننكشاقي وإنا لنه قان سمع والدين إلهي سبحانه وتعالى حقوق يسي أو كليان عرورتيو حقوق داسو اتو وح الله لوحي وناكسن والدين تيو انا او كاطيعا وح الله لوحي حمان اهني والدين تي انا ورشو هالانيالن شيء الله لشيقي او والدين تا امرويا وانا نغذا شيء او معروف او شرعي سواب شرعي نشانتي يالرو ما هنا وح الله لوحي والد كدوه او ورشا انا ليالة تاسي دين تي اسلام كمقبتو سوابتو نبي عليه الصلاة والسلام حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لكوريا ميدهي لا طاعة في معصية الله وح إلهي سبحانه وتعالى لنك عاسيو شيء إلهي سبحانه وتعالى هكشي دنبك ينكو كويو والقف هدو لك أطيعو مئة ورشي قفكم ليالو هدي أرمهس أوك لكفرو إنما الطاعة في المعروف ضاع هذا أما قفك ورشي مركي أذي يريتو ميوى مر الله لمركي أسكفرو شيء وناكسن أو معروف أو خير او دنبكين كسديرين حديث كاسن امام مسلم يوري وانا صحيح قفكي امباهن ماي كراسيت كاري 1840 سدو قال حديث عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنه لكوري يا نبي عليه الصلاه والسلام ماي دهي وسغي او كديغو قف او مخلوق انا او ورشه لان يلينو شيء الهي سبحانه وتعالى لنك عاسيو ماي دهي لا طاعه لمخلوق قف مخلوق ملكي يلو في معصية الله وحلال وحي إلهي سبحانه وتعالى أما في معصية الخالق وحلال وحي الله سبحانه وتعالى وخالق ولنك عاسيا ودنب بكين كسديرو مرك والدين تورسوئنا ليالو مبأبا حديث كاسن إمام السيوطي وري الجامع الصغير وانا حديث صحيح بينك وري 9884 مرك لما ذات حديث ميكو أغاتنا قفك والدك وحياليه كقال ضيت ميوى إنا نغضو شيء معروف إلهي سبحانه وتعالى ميدهوه وصاحبهما في الدنيا معروفة
واتبع سبيل من أناب إلي لما ذا والد وحلال وحيئك أمرا أو وناكسا وإن أرك قادتا إلين وصاحبهما في الدنيا معروفة لما ذا والد لصاحب أو لجر أو لدقا وحلال وحيئك فرويا نقاده وحيك وريبويا نكهر أو وصاحبهما في الدنيا الدنيا قده شيء لصاحب معروفا سي وناكسا واتبع راع سبيل من قف جثش راه وأناب إلي أنه جيسا لابدي أدى إله سبحانه وتعالى مرك وددي إله سبحانه وتعالى ننجدي يا مئك قفك إنا أولك أطيع وورشال يالو في معروف ولا يضاع في معصية وحلال وحي إلهي لنك عاسيا قفك ورشاء مليالو والدين تو النظام كسك دغمويا وإنا إسئلاليا ودين تو إسلام كسدي أتن رحم بلشدة أما عامدة أنت بدن ما يدريش داسي حديث عبد الله ابن عمر أما علماء قاربة حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه لكوري عبد الله ابن عمر يا ميد هو كانت تحتي امرأة أحبها إسلام أنا جعل يا قواي وكان عمر يكرهها سيدنا عمر أو عبد الله أو شئين آذى أن عاي إسلامتي فأمرني أن أطلقها ما أمري إن أنا فرو إسلامتي فأبيت أن نديدي دهي عبد الله ابن عمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر أي سيدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا مركز فقال ميده يا رسول الله رسول الله إن عند عبد الله ابن عمر أكتسمي أهاتي امرأة إسلانية أهاتي إسلانية أهاتي وإسلانة قوي عبد الله وكرهتها له أنا النعي فأمرته أن يطلقها مين أمري إن أصفره فأبى ديدي فقال لي رسول الله مرك عبد الله ابن عمر يا هذا لويا ميده فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يا ميده يا عبد الله طلق امرأتك إسلام تفر فطلقها عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه مركز إسلام تفر حديث كاسني وصحيح وإمام أحمد يوري مسند شيء مجلد كتدوات بيج كسغاشنات سدوك لأبو داود نوري بينك وريه 5011 ترمذي نوري ميك وريه 1189 ابن ماجه حديث كوري ميك وريه 2088 مسألة لفتر شبا إمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يا لويدي مركز ننا انكوي ميدهي إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي أو كي مي أمروي إن أنا إسلام تيفرو فقال له الإمام أحمد إمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى ميك دهي لا تطلقها انفرت ودي إسلامتا قال مركي ننكي أو سؤال ويديا يا ميدهي أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك مرك النبي محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن عمر ما أمرنا إسلامتس إن أصفره مركي أوشي أرنتس كدهي قال إمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى أسجي أو إنجواوي ننكي ميدهي وهل أبوك مثل عمر أو كسيدي سيدنا عمر أو كلوايا دهي مركة هل كسمي لك أغادي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أكتن إنا أيو خليفة الثاني خليفة المسلمين تأمدك اللبي إنا أس أيو أمير المؤمنين إنا أيو أبي حفص إنا أيو خلفاء الراشدين إنا أيو العشرة المبشرين بالجنة إنا أيو تذكي نو محمد عليه الصلاة والسلام أماني أو دين تنسن قرقارين إنا أيو مركز سواب شرعي مويان سواب كالي أو إسلام تسأل نعي إنا جرائن يأغادسا مركز سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن عمر إسلام تس إنا أصفره من أمرنا إلا سواب شرعي ماهن دينها أهاتو أما دبي عدية أهاتو لكن وحياله ونمانت سوبيوين أوكال سيدنا عمر هذا الشيء ملك قادة ذاو إن شاء الله تعالى مركة مسألة ذا ميكو أغاتنا والدين توحي معروف ورشو هالكيالو وحلال وحي أو معروف أهينني ورشو مليالو لكن إن شاء الله تعالى ما دام والدين أين نظام فيه عن وناكسا إنا لك قنعيو يلن باهنة والدين تإنا لك عاسيو أو لقويو إسلانتيا أو فرويا لأغدتو أو والدين تأذى قويتوني ملكين كباهنو إسلام تاني إنا أذى قواتو أنفرن للرب والدين تاني هشيس إلا أهاتو أو وناجتو خير يو وناك
كود نولتن يا ان شاء الله تعالى الرجايه والله سبحانه وتعالى اعلم. سؤاش سوا سؤاش كوي سؤاش لمي ان شاء الله تعالى ميوا ددك مانت روغان دد ماجر وناغ ددك فره وسن مسوبيو حمانتني ددك كريبه وسن سوبيوي وقتي صلاه لدير ميك ده صلاه تكو وسن متكدوي اما خمرد هل اسك الهاليو خمرد هل اندنگ نه وك ده وسن خمرد با دموي marka dadkas oo kale oo markeeda wal in sheegto ninka dhoyan khud ilmi wala taakhud amali ad ilmagay qaado wahi an kin sheego qaado wahi an suubiyo bananka kamar iyo dhoyan dadkas hadalsho wahi iyo amaroyan la ka qaadade misla dhaafe. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال شسوى سؤال آت يؤاد أن قيمة بدن قف ولا له كمدهن نسويدي مركا أصل أهان قف كمسلم كأهمي لنباهن إن النقض قدوة حسنة قف أولك الديس دو ودتكنك الديس دايان أقوال شيء يو فعل شيء يلنباهن وحلال وحي أسك هذا لويو ودتك إن شاءه يميل ربي أسن إن أسوبيوه وحي فعل أسوبيوه ينسيذ أكاري أسوبيوه دتك أسوبيوه دتك مركو سفروه أسن أسوبيوه يا لربي وحي أس دتك كريوه ينسيذ أكاري أسن إن كهيروه وحي أس مركز أو دتك فروه أسن إن أسوبيوه يا لربي مركو قفك ميل أمري لما شيء بل أمري حق إن أدرته قادته وحلال وحي حمان حرام إن أذك هرتو وواجب أوقف كستو مسلم أسارين واجب كي كلا أوقف كمسلم كأسارين ميوى الدعوة إلى الله إلهي سبحانه وتعالى هكشي إن أودتك أنكويرو وحلال وحي وناكن أرغو دتك إن أوس إنشاغو وواجب كلا سارين حمان دتك إن كريبو وواجب كلا سارين مرك لمدس واجب يوقف كسارين هدي أو كان أسسو بيوي وكان أسسو بيوينو كاس ميو أسي إلهي سبحانه وتعالى يا إسل حساب تمايان أما لكن أذيغا شيغ حق إه مركي لكي إنشيغو حتى قالب هديكي إنشيغو شيغ حق إه ونب إه أذيب أغاتي إن أذقفك قادتو يالته هدي حمان أسسو بيوي حمان تس إلهي سبحانه وتعالى يا كأوال مريه لكن قفك مسلم كحقيقة أهان ميل ربع إن أسنغدو قف وحي أسسو بيوي أما ددك وحي أسفروي أسنو سو بيوي وحي ددك أسكريوي أسنو كهيري تاسان أكمل يو أفضل أما لكن هدي أسسكرا نغدو هذا الشيء لك قادة حتى هدي أسفاسقي مركا أذا مي أمرنت وحلال وحي لك أمري أو معروفة إن أذا قادتو وحي لكوريبي أو منكر إهني إن أذا كهيرتو إلا أن إلهي سبحانه وتعالى ددك مؤمنين تيا أماني أدوم ذا أماني ميدهي فبشر عباد نبي الله صلى الله عليه وسلم أدومد انبشاري أدومد الانبشاري ويكويو الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وددكي أو هذالك مركي لنشاوي لغن سدايا أو فيتبعون أحسنه هذالك متك وناكسن نقاد دايا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب كواسي إلهي سبحانه وتعالى ميدهي وكبي إلهي سبحانه وتعالى هنوني وأولئك هم أولو الألباب كواس ودك عقلك أن صاحبه أو عقل شوني سليم كأه كواس ويدهي إلهي سبحانه وتعالى مركا آية داس ميكي أمرويته قفكو مركو أسوال شياغوي هذا الشيء إنا دقن ستو فاسق أهادو قالها أهادو أما قف وحي أسسو بيويو أو أسنو سو بيوي أهادو أما قف وحي أسسو بيويو أو ددك إشياغوي أو أسنو سو بيوينا أهادو هذا هذاك إن هذا دجنسته وحي حق إيه كقاده وحي باطل إهني ماشيس كضاف إلهي سبحانه وتعالى تاسع نفروي وحلال وحي سوبيوي أو حمانه إيه فعليه أسيق ورشة هذه ولا عليك هذا كركمه إلهي ما يروه آية كلا يا أيها الناس دلو إنما بغيكم حد جذكم يقاق على أنفسكم نفتم كرشة لهاتي مركو قفك هدي أس حد جذبو أسيلك جازية ما هن أدملك وجازيو لكن وحي حق أوسكين شيغوي إن أذك قادته وشي لنباهنه إلا أن إلهي سبحانه وتعالى دتكي أو وحياله يسوبيوين
أما وحياله أو ددك إيو فرويان إيوني أنسوبيوينو وحياله إيو ددك كريويان إيوني سوبيوين إلهي سبحانه وتعالى ددك سنقوندي إلهي سبحانه وتعالى أكتس عقاب يكو متيسدايان إيوك دنباويان أذا شق مكالات إلهي ميلوهوي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا ددك إلهي ورسول شر ميو لما تقولون من رحاسن ما لا تفعلون والإسن أسوبيين كبر مقتا عند الله إلهي سبحانه وتعالى أكتس عر يوينتي أن تقولوا إلى إسن لتن ما لا تفعلون والإسن أسوبيين مركتاس معنا شيء ميوى ددك حمانتي يسوبيين يا إله حمانتي يسوبيين إلهي سبحانه وتعالى كأذي وان أنك قودي ما هنا وناجي يفرويان إلهي سبحانه وتعالى مدنه وناجي أنفرتن إلهي سبحانه وتعالى مدنه سدو كلا آيات كلا سورة البقرة إلهي ميدهوي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلون مددك يا أمراسا وناجي إنا أصوبيا وتنسون أتأمرون الناس بالبر مددك يا أمراسا وناجي إنا صوبيا وتنسون أنفسكم نفتنه المعمسا وأنتم تطلون الكتاب إسنكو كتابك أخرياسا أفلا تعقلون عقل ملتن ميا مفكراسا ميا حمان أرنتن إنا سينك جرتو أو إلهي سبحانه وتعالى أكتس دمبك قادسا مؤكتن ميا يدهو إلهي سبحانه وتعالى مركا إمام القرطبي رحمه الله تعالى أيضا ستأمرون الناس بالبر مركوس شرحاي تفسير شوا ميك شاقي اعلم وفقك الله تعالى اعلم اغاوي ادهي وفقك الله تعالى الهي كوافجيو خيرك ايو دين تبا ان التوبيخ ايذنت لأيذي في الآية ايدا او تأمرون الناس او ددك يا امراسا ميا بالبر وتنسون انفسكم نفتنه المامسا وانتم تطلون الكتاب اسنك كتابك اخريويتا افلا تعقلون او عقل ملتا ميا الهي دهويو ميوا بس في الآية بسبب ترك فعل البر وناجي يو ددك أمرويا دافتان يو دافن يا إلهي سبحانه وتعالى كأذي ما هنا لا بسبب الأمر بالبر وناجي أو ددك فرويا هنش إلهي سبحانه وتعالى مكأذينا مركو قفك هدي أو قفك هدا كامل إهمال قفك هدي حمان أسسوبيوي حمان تس إلهي سبحانه وتعالى يا كأول مريه لكن وناجي إنا أس ددك فرو حمانتين ددك أس فريو واجب سارني وي إنا أسأو سوبيو حقي أن ليا سدو كلي قفكي أو لنشي وي إن حقي إنا أسقاد ذو أسن حقي أن ليا إنا أسدافو مع حق ميل الله لمشي كينكو كويو إنا أذقاد ذو وي أرأي دس نميك في رياسي تفسير القرطبي جزك كوبات أما مجلة كوبات سدح بقول لحذن إيو لح سدو كلي حديث أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه لكوري قال ميدهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام ميده يجاء بالرجل يوم القيامة لن يلي إلقوية مالنت يوم القيامة لشيانه فيلقى في النار نارت يلقطورة فتندلق ميسل اللعذس أقتابه من دعيردس فيدور مركز مي وريك سدي نارت أقداشك وريك سدي كما يدور الحمار سدي أو دمرك انك وريك سدو برحاه معنا شيد قليشي فيجتمع أهل النار عليه أهل النار قد أمانا ننكس كرسيسهم كل معين فيقولون مركز ميت هايانا أي فلان ما شأنك نيو حالك ميت أي أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ننكي أو وناغني فراي حمانتني نوري بيتي مئتو أذ قال مركز ميت هي كنت أمركم بالمعروف ولا آتي أنا وناغي سين فراي أنا نمئل كوي جرن أو مسوبيين وأنهاكم عن المنكر منكر كني سين كريوي وآتيه منكر كأنا نسوبيا يده مركة تاس معنا شيء ميوا إلهي سبحانه وتعالى أكتس يننكس عقابكم متيسره هذا لكن وحي أسك فريئنا هذا قادته هدي بخير ووناق كخسبنت حديث كاسني إمام البخاري يوري مينك وري سدون إسدا لحذان يتدابو 3267 إمام مسلم سدو قال وري مينك وري 2989 نبي الله شعيب عليه السلام اكتن قصوين فرب بغني قومشة سئل مري مين الدهجري وما أريد أن أخالفكم
إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت مركو قفك أسأل أهان ميلة كربة وحي أستدك فروي إنا أسدو مرو مال ربو أسنو إنا أسسوبيو يال رب هدي حمانت أستدك كريبوي إنا أسنو إنا كهيرو يال مباهن لكن هدي أوقفك حمانت أسن كهيروينو ددك بأسك ديدي لكن قفكي أو وناقل انشاغوي كخسبني إنا أسقاددو حق سين من ديد كرتو أبو الأسود الدؤالي رحمه الله تعالى صاحب النحو ميد أهجري لا تنهى عن خلق وتأتي مثله لا تنهى أن رابط عن خلق دبيعة أما دقن أو حن ددك أنك رابط أو وتأتي مثله أذنه ساس أو كله دن إني لقيته عار عليك عيب يكو إيه إذا فعلت أرنت سديع سوبته عظيم أو وين فابدأ بنفسك نفتك بلاو كوبا فانهها عن غيها باددي أو نفتك جرته أو حمانتك جرته هرتك ريب فإذا انتهت عنه نفط مركي كريبتونتو فأنت حكيم قفل سنيئته قف هناك سنيئته فهناك يقبل إن وعدت ويقتدى مركز يلا أقبله هدي أددتك إن وعديته أول إن شاكتو هذا الكان لك ديسيدي أو لك وقاده ويقتدى أو لك ديسيدي بالقول منك هذا الكان مركز لك وقاده وينفع تعليم وحي أددتك برتني مركز وحتر نغذاسي مركي إن شاء الله تعالى aayadahan may ku ogaanay qofka wanaag hadii uu sakifaro hatta hadii uu xumaan soo biyooy wanaag in aad ka qaadato late wixii aad ka qaadayna may leeba wixii oo munkar ah ama laakin wixii uu soo biyooyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ya ka awal mariye sidii hada hadiiskan oo ahlu naarka oo in kuwayn oo ka dhigtan oo kale marka insha Allah ta'ala mas'aladaasna intaas aan ka bahe wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam المسألة الثالثة مسألة سدحات إن شاء الله تعالى مسألة سدحات يا مئة ناقتا ننشيها دي أو جدال قلمو انكو سوبيو نكاح قبوري ناقتا ننشيها دي جدال قلمو انكو سوبيو نكاح قبوري جدال نميشي لك جيدة كلي آتي وآدة انفهمتن duburku way duburka naftir shabah ina oo galmo us unku suubiyo oo farjiga dhaafo nikaah shabure mis wali isqaban bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi ajma'in waxyaalaha la yaabka leh oo biryahan oo dadka muslimiinta dhatiyo sadaxgali iyo may kamid waxyaalaha oo waligaan una dheekno aw yaalkayn anka dheekno abu yaalkayn anka dheekno oo diinta islaamkani aad iyo aad mamnuuc ka ayo dadka muslimiinta be ina soo biyooyaan ya arimahaas aad iyo aad nin sideeroyte qofka haaskshe ina oo horta gadaal ama duburka ama dabada galmi ina oo ku soo biyo haaraam way ilaahi subhanahu wa ta'ala ya kitaabsha ka harami nabi muhammad alayhi salatu wa salaam ya sunudas ka harami culimada muslimiinta meel allah la meeshi roogan horaan iyo hadab iyo xarimen waana kabiira min kabaa'iri dhunub waa dembi weyn oo ka mid ah dembiyada waaweyn oona la baahanyo qof kasta oo muslim ah inuu iska taxadaro oona ka fogaado in arrimahaas oo kale ka dhaqaaqo ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka may ka dhahooye nisaa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum ilaahi subhanahu wa ta'ala may dhahay نساؤكم ناوغون حرثون لكم بير ياسين أيان فأتو حرثكم بيرتون كويا أنا شئتم كيف شئتم سيدي اسن دونتان انكو كويا مركي سيدي اسن دونتان انكو كويا مركي أسلك دهويو أو إلهي سبحانه وتعالى كدهويو ميل ألال ميلي أذربت ميل ألال ميشي أذربت ولا تقلي ملك جيدو قابكي أذ انكو كويا سيا إلهي سبحانه وتعالى علماء المسلمين تكين شرحن mayka dhahayna min khalfin gadaal unku koy oo adagii oo abaara soo meeshi farjiga wa qudam hor horni naagta galmo unku soo bi karta adagii abaarayto meeshi oo galmada lanka talgali oo barakatin ama eedo oo fadhiito wa mustalqiyatin eedo oo oo mustalqiyatin igi oo dhabar injiftini sidoo kale wa mudajicatin igi jeefta caadi injiftini sidoo kale marka qaab alaala qaabki oo ad unku koyto islaanta kiin banaawe ina ada galmo unku soo bito idha kana fi mawdi'il harfi haddii galmadi
او قابب كاس ادا سمرويتو او عبارويتو او جيدو با اداتو ميشي او بيرتا الفرج او فرجيغن لك جيدو موضعو خروج الولد ميشي او انانك كسو بوهوية مركا بيرتا سيدي اسن اكتن با بير مركي لا ابورو ماي ان اكني بير ماي اكني مركي والاك ابورو انا والك سبحو مركا قدال الهي سبحانه وتعالى من كتال قلن ما داما او بير لك عبري بيرتا هده ميشي او هدي والاك شبو او والك سبحوية ميشاس يالك جيدو او فرجيغي وقفك مسلم كاين اس اسك الاليو هورت ارمهاس اتيو آلا لنباهن حديث خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه لك وري يا نبي عليه الصلاة والسلام يدهوية إن الله لا يستحي من الحق إلهي سبحانه وتعالى حق مكحشودو إن أسددك إنشيغو أم بيانيو أم عديو ما يدهي لا تأتو النساء ناغو أنكو قويتن في أدبارهن دبادة إن أغلم إسو أنكو سوبتن أنكو سوبتن دهينو محمد عليه الصلاة والسلام حديث كاسني وحديث حسن إيه إمام أحمد ابن حنبل يوري مسندشي مجلد كشاني بيشكا لو بقلتوان إيو سيده سيدوك على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لكوري نبي عليه الصلاة والسلام يدهوية ملعون من أتى امرأة في دبورها للعنة ونحريست إلهي سبحانه وتعالى يالك ديري قفكي أو حاس انكو كويو أما حاسي انكو كويو دذال انكو كويو أو قلم كسوبيو وسيدي أو فرجيغ نعو 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 أو كسوبيو دبور كبه قلم كسوبيو قفكس للعنة يدهي مركا لعنتني إلهي سبحانه وتعالى نحريس تسقفك لك ديريو لك جيدة مركا إلهي سبحانه وتعالى نحريس تسمنينك ديريو حديث كاسن أبو داود يوري وانا حديث صالح أبو داود نميك وريي 2162 أحاديث تسميك وغاتنا قفك حاسي إنا قذال قلم أسوسن كسوبيو إنا ممنوعي سدوك على آيد القرآن إلهي سبحانه وتعالى ننكشاقي إنا ممنوعي لكن نكاحها أرنتس مكبرو نكاحها أرنتس مكبرو علماء دمان يساس قبان لكن علماء قار ميدهينا ولب علماء دن ميدهينا هديانا كدوها بيان مكين شاكني من اعتاد على الفعل فإن الزوجة أن تطلب الطلاق منه قفكي أرنتس عادي كدكيذي قفك هدي هل مرسوبي أو ولن شاكي لوعدي لواني أو إسلام تنكدتي أرنتن دين إسلام كمكبناوتو usuno dhoyo illa wa illa ana saasa suubiye hadii usoo dhoyo ninkas hadii usoo waantobo oo aranta qaadado si la fadaayo way laakin hadii usoo waantowno oo illa wa illa ana saasa rabe usoo dhoho waa qof faasiq ah oo khabiith ah oo waanadani in qaadadoyno oo ciqaab ilaahi subhanahu wa ta'ala hikshini kala hadaw macna xuduud ilaahi subhanahu wa ta'ala ya gudubi marka naagtas may waajib ka aye او لنك باهنة قف او فاسق اه او خبيث اه او دين تي اسلام كبك حد كدبي او حدود الهي سبحانه وتعالى دحجيرو او قبض مسلمات اه شرفتيو يو قيمشي او سكديلي او سواب تسني او سنجيالو يو كليه فيلمات او خليعاد اه ناغاها غالد سدي غالد رجع اه كسو بيويا مركو السفو فير سدو ياسي إلا بيك سدو يا ناكتس او مسلمات اه ارمهاس انا او سكسو بيو taasni arantas waa arin dib un la to oo gabadha sababtoo ah xukunki ama xikmadi ilaahi subhanahu wa ta'ala iyo danti uska lahay guurka dhanba meesha ka baabiyo ee xuquuqda naagtina sidoo kale ku tumado sababtoo ah naagtas meeshii ay ku qooqayto ama meeshii oo ilaahi subhanahu wa ta'ala an ka talagali oo macmacaanka ay ka halooyto usna naftirsheba macmacaanku uska halooyo may waa meeshii farjiga ilaahi subhanahu wa ta'ala ay an ka tagay amma laakin meel kale hadii lan ka seedo dhibaatooyin farabadan ya anku sugunte qofkii arimahaas oo faafaheen aad iyo aad an karabo kulay google garay kare dhakhaatiirta waxyaalihii ka dhahayni ku ogaad kare insha Allah ta'ala laakin nikaaga saas mukburne laakin qofkas ina la waaniyo wallan sheego diinta islaamka ina uu qaadato toobad sheeno way hadii uu toobad sheen waayo may waajib ka aya naagtas ina oo ninkas lagu furo ina ii codsato taasana ka badbaadis insha Allah ta'ala marka mal aan baahayno ina oo ki dhaho macna hadii oo saas aad in yeelayn aan ka makiin soo biyaaw ama aan ka furee adana intaas ilmi iska dalni bil aanta hada markii oo arimahaas oo kale iyo ki weydiiyoyan ninka ina i furoni marab marka intaas ilmi oo dhali kana kan ahay bal ilaahi subhanahu wa ta'ala
دين تسلك حد قدوبه إلهي سبحانه وتعالى دين تسلك حد قدوبه إن على الساس على ننكس كراتو على تأطيعه إيو إن إلهي سبحانه وتعالى دين تس انقرقارتو أو دين إلهي سبحانه وتعالى وحيك فرويت على قادته أو ننكن كفره إلهي سبحانه وتعالى قف وناك سنكين كبدلو أي شل دور راس مرك دين إسلامك إن هذا أو تحقليته أو قيمة إيالوي إلا أن قال الله إيو قال رسول الله مرك لك له صلى الله عليه وسلم إيو ننكي سانا دهي إسكمل مروك سدكرا مرك هذا لك إلهي سبحانه وتعالى إيو رسول شيء إن هذا قادته والكفاية لن يمالي أرانت مركي أو تاس ديرتو مرك أرماس أو كالاني may aati wa aad habboonay ina lon koryeelo qofka magaaladii usroogo culimadii roogan masaajidkii dadkii meesha isroogan ina la ilso otiyo aramaas iyo dhaxgalaayan iyo wixii ka qabadaayan markas ka qabadaayan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin was salaatu was salaamu ala sayyidina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن شاء الله تعالى كريبك هران عن الدوبي إلا إيو سدح مسألة يكو الدوبي كل إن شاء الله تعالى دقن سدونتن ما دام أو كريبك صدون دقيق ديري دانت ماي أو خسرتي كريبك مسألة أنك دنبيت إنا كريبك لأنك الدوبة حوغه يرني ماي دريمي إنا أو قديرتو كوبيكالي مرك إن شاء الله تعالى كليب كان الأسئلة والأجوبة إسل موضوعية وذذة لكن مسألة هاد حكم كليب كان أنك جوابه يا ميتة ما حكم تلقين الميت قفك ميت كأه تلقين تلك أخرى وحكم شيء ميوة دين الإسلام كميت قبته إن شاء الله تعالى مسألة ذس أنا جيك جوابه تلقين تمي إن شاء البيان لا مقيب تلقين في الحياة يو تلقين بعد الممات تلقين او قفك لن لقينو مركي او سنوالي او سكرات الموت كسارينو او ولي او ساندمينو تو لن لقينو يا جرته مد كالاني وامدي او مركي او ساندمدو او قبرغ مدشا اكتس لفاديدو اما لروك سدوي او تلقين تل اخريو يسان ده سان ده لدوي لمدس يانش القيبياني علماء هران يو هدبا اسكو وافق سنين مان اسكو خلاف سنين قفك او مركي سكرات الموت كوسا سارينو إنا تلقينتا لن أخريو وانا أحاديث صحيحة يكسا أرورن والنبي عليه الصلاة والسلام لكوري حديث كاسو كميت أمتك أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإمام مسلم ووريويو 917 كوري بيتكس كفيري كرتن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله دكم أو دمدوين وسكرات الموت كسارينان لا إله إلا الله أن لقنا مركو علماء دمام با اسكوا فقسنان حديث كاس أو تلقين المحتبر قفك مركز أو أجسس سحادرتي أو سكرات البوت كسارن إنا أيان اسكوا فقسنان صدوك لحديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه لكوري نبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قفكي أو هذا الشكي إنك دنبيه oo adduunyada markii uu soo bahooyo nagado la ilaaha illa allah dakhala aljanna jannada ya gale dhahay nabii muhammad alayhi salatu wasalam marka tawxiidka aad iyo aad la ka baahanyay qofka markii uu soo dhimadooyo ina aqtas la seedo saan dhah ina la dhaho aad iyo aad sidii oo nabii muhammad alayhi salatu wasalam adeersi oo abu talib markii uu soo geeray san haadirti oo ansaadi uu soo dhahay ya ammi qul la ilaaha illa allah adeero la ilaaha illa allah dhah كلمة أحاج لك بها عند الله وكلمة أو إلهي سبحانه وتعالى أكتس وأنا كل حجكين كذاوي أو كل دوداوة مركز أبو طالب ديدي إنه أنه محمد عليه الصلاة والسلام هذا الشيء أسره ما إنك رمضي دينتي أبو يالشي مركز آسا كبهي مركز ما دام أو كلمة أو توحيدك أو قفك مسلم كأه انتو أسنوليو آتيو آت لن كباهن إنه أسا قبصدو marka uu soo dhimadooyo in may lan baahanyay usagii oo arab sheekha hayo in uu soo saas in ko boho yala rawe taasi mal iska khilaafne culimada isku waafaqsan qofka markii sakaraatul maut ka saarayo la ilaaha illa allah dhah in la dhaho isku waafaqi amma laakin nabiga alayhi salatu wasalam sunudas markii oo meedka la aaso
او احاديث صحيحه اي كسارورن نبي عليه الصلاه والسلام مين شيغي مثلا حديث عثمان بن عفان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه نبي عليه الصلاه والسلام مي هاي هدي او ميدك اسيتان شي اسدميو ميدك يدل استاك جري قبرك يدل استاك جري فقال مي دهجري استغفروا لاخيكم ولكن دم بداف ويديا وسالوا له التثبيت الهي سبحانه وتعالى ان سغو الهي سبحانه وتعالى ان ويديا فانه الان يسال حد السؤال يدي حديث كان ابو داود يوري وانا حديث صالح او حسن إيه ابو داود نمايك وري 3221 3221 مركا حديث كان يا ميلك فهمي قفك مركي لا اسو وحيالا انكم مهم سن او سنن احاديث النبي عليه الصلاه والسلام او صحيحه إيه او كسارورن او مرون انك جراينو ina qofkas qabrashay la dul istaago oo dambi dhaaf lan waydiyo oo lan ducaayo maadaama oo munkar iyo wanaakiir su'aalayaan su'aaluhas oo la su'aalayo ilaahay subhanahu wa ta'ala ina sugo diinta sadil waydiyo diinta islaamka ina u sheego nabiga shahadil waydiyo raw muhammad alayhi salatu wa salaam ina ay us sheego qibladiska cabad ina sheego rabbi shee ina ilaahay subhanahu wa ta'ala ay us sheego kalimada tawxiidka ilaahay subhanahu wa ta'ala ina kusugo ina lan waydiyo أحاديث صحيحة كسأرورة تاسني والهد أولا سخلاف سنة مجرو أما لكن تلقين تو أو بعد الممات أو تي هدى مانتو أنو آتي وآتك أنكسانو أو سومالي إلا إيو هدى بددك قارشسو بيوين تاسي ومدلس خلافي علم بدا قارني بنين قارني مبنين تلقين تاسني ميك سأرورة حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه لكوري قال ميت هو أبي أمامة رضي الله تعالى عنه إذا أنا ميت هدي أنا دمدو فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مي أوسو بياسنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام نأمري أمرنا رسول الله كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا سيدي رسولك عليه الصلاة والسلام نأمري موت كاين مركي قفكنا دمدو سيدي أنكسو بنا نأمري ساس in kusubiya wadahi marka sa aranti rasuulka alayhi salatu wa salaam amari ya sheegay may dhoye amarna rasuulullah rasuulka alayhi sallallahu alayhi wa sallam mayna amaray faqala may dhahay ida mata ahadu min ikhwanikum haddi qof walaalkan ka mid ah dhimido fasawaytum turaba ala qabri qabrigani arada kisintan oo duugtan dhameeytan falyaqum ahadukum qofkun haruugsido ala raasi qabrihi qabriga madashe danka madaga higi haruugsido thumma kadib liya qul hadho ya fulan ibnu fulan ila akhir alhadith maana hadith ki talqinti oo udkir alahd alladhi kharajta alayhi min ad-dunya shahadata an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah wa annaka radita billahi rabban kada ila hadith akharche hadith kas wa hadith oo dha'if eh abi umama al-bahili radiyallahu ta'ala anhu likwari imam an-nawawi rahmatullahi alayhi kitab shi adhkarka ya kashiyagi arantas أرنتس حديث كسرت ضعيف أي إمام النووي رحمة الله عليه تلقين تهك شيء وصنع كتاب شيء أذكارك يا كشياجي جزء كوات بيجك 162 إمام الشيخ الإمام عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى يا لويدي كتاب كاس أو إمام النووي الأذكارك أو حد أنا سينس شياجي يعني كحال كاري قفكي وصاع بعهدو فقال في فتاويه ابن صلاح بي سؤال اي جواب كتاب لدهو يا قبي مركا فتاويه فتاوى ابن صلاح لدهو يا قبي كتاب كسيا كشياري مي دهوية التلقين هو الذي نختاره تلقين توامدئون دوردانو ونعمل به وانك عمل فلانو وذكره مين شاغي جماعة كوح او من اصحابنا الخراسانيين كوح او مذهبك امام الشافعي هاي سدن او خراسانيين لن يقانو يا شيغانا دهي وقال مين دهي وقد روينا مين كوريني فيه حديثا حديث كوريني من حديث ابي امامة حديث ابي امامة كمد اه ليس بالقائم اسناد حديث او سندش توسن ما اه وانا ضعيف امام الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه الله تعالى حديث كان مركوس التخريج كسوبي سندش باري ما يشاغي هذا حديث غريب وحديث او غريب اه او هل انكساين وي وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدا
حديث كان لمذ السند أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه صدي ابن عجلان لكبريويني لبذ قابوت أو حديث كويب ضعيف جدا آتي وآل ضعيف أي لكن ما هوية ولكن اعتبد حديث كمي حوك سدي أو كالمي سدي بشواهد مرخاتيال مثلا حديث كون حدث مرايني أو دهاي وصلوا له التثبيت إن إلهي سبحانه وتعالى سوغو ويديا سدو كالي مي كالو أو شاهد أهان شاهد أهان أنك قادوينا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله موتاكم هدي لدهو هدي أو تأويل هل أنك سوبينو أو عموم لنقاددو مينا قدي تدكي دمدنا نقدي لكن هدي أو علمات هذلكي يدهن لروه ما ينقضوا تلقين المحتضر لكن حديث هذه عموم لنقاذه ما ينقضه يدكي لمدن حتى لنقاذه مركز شواهد يلين يكاس كمته وبعمل أهل الشام به قديمة رير شام نأرنتس سوبياين لك أرقي وان يوغي سوبياين قفكي إنكروني ملاحينه سيدو قال إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أرنتس لويدي مركي الويدين ما يدهي دت سوبيوين ما أركنا إلا أهل الشام سوبيوين لأرغي يدهي إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإمامك أو أحد المذاهب الأربعة أفرت مذهب متكمت أهوي وسن أرنتس مئنكرنه بل سيقيري لا مركا ما دام حديث شني ضعيف نمذسني أغاتن ولمذن قار إنا أو قادة ذنني أغاتن حديث كاس حتى هدي أسو ضعيف أي لكن مرخاتيال كسكالي يا إلو حوكسدن يو رير شام أرنتس سوبياين إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أرنتس مركيل ويديني وسن أرن إنكري معهاني سدوك على إمام النووي رحمة الله عليه كتاب شي خلاصة الأحكام كتاب لدهو بيجكا كتاب لدهو خلاصة الأحكام جس شي لمي أما مجلتك لمي بيجكا 1029 يا ميك اللي هذا التلقين المعتاد لأهل الشام وغيرهم مستحب عند أصحابنا هذا التلقين تلقين تان المعتاد والعادي سيدي لأهل الشام غير شام وغير شبه عادي سيدي مستحب عند أصحابنا أصحاب الشافعي أكتيو وشي سنئه ولم يثبت فيه شيء على الخصوص شيء دار أحانات أن تابدا وسان هل سوبيو الصحيح حديث كسأروري مجرو مكسقنانه وإنما روى الطبراني فيه حديثا ضعيفا إمام الطبراني حديث ضعيف أرنتس كسأروري من رواية أبي أمامة مرفوعة أبي أمامة رواية ذس أو للرفعي مركا أرنت آتيو آذان ديرت كتبو دي إسلامك كتاب كست أو لبارو أحكامت لك حال كرادة كتبو دي حنفية دي لك حال كرادة كتبو دي شافعية دي لك حال كرادة كتبو دي حنابلة دي لك حال كرادة كتبو دي مالكية دي لك حال كرادة سيدو قال ابن الملقن كتاب شيء البدر المنير كتاب لدهو فافاهن ديرات قفكي روك حال كرادة بيشك سدح بقل سدوني أفر مركا أرنت مركي أنا سكو قوابو علماء الإسلام كأرنت ما ينكشل بهنا أو أن هدي ينكسبتي سدح أرموت قول ميلتي استحباب قول ميلتي كراهية قول ميلتي إباحة مرك استحباب ذات كده هن لقينوا موتاكم لا إله إلا الله يا أندليشدن سدوا كلا عملوا أهل الشام غير شام نسوا بيوان للك أرجي ولا هذا كي إنكرني ملا وأنا وقتي يسوا بيان وقت أو القر قرنيال كي أو مونك سناين وين ولا ما فر بدنني روجيتي ولا هذا كي إنكرني ملا إمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى مركي لسؤالي أسنو ولا هذا إنكري ملأ ودهن سدوا كلا ميكل حوكسيد يدهن أحاديث تا سدي وصلوا له التثبيت أما لقينوا موتاكم لا إله إلا الله مركي لنقاذوا على العموم عموم عام أهان مركي لنقاذوا موت حديث كلفظ شابه ميشا يقول موتاكم دهوي دكي دمدنا دهوي مركي هدي عام أهان لنقاذوا لك قاذت كريا دهن قول داس وقول دي دهتي أو استحباب سدوا كلا قول دي قول كالنا ميت دهتينا لهنا كراهة وكراهية إن لسوبيو مئة إيوان ما إندريش دينا نبو محمد عليه الصلاة والسلام وقتكي أسنو علي
والهد أو حديث صحيح لك وري مجرؤ أو أرنتس كشياكيو سدو كالي أسيقو يمال كسوبين أسمركو أسنوالي إنتاسو أصحابي أسمركو أسنوالي إنتاسو صحابو دا كمد إيه يا دمدن والهد أو تلقيتس لك أخري أو حديث صحيح لك وري مجرؤ أصحاب نبغ عليه الصلاة والسلام نبغ مركو أسدمدي قف هذا سوبي لشاقين مجرؤ مركا أرنتن أرن قذالك قويتي وي بدعيان أرغن مركا إسكا دافن أكتيو ممنوع كأت سيدو كالة دكي كالة قيبت إنك دنبيت إباحة وشي إسكا بناوة دهن لا ينكر فاعله ولا يؤمر تاركه قفكي أسأو قفكي أو دا سوبيوين مالك إنكرا وانسوبيتو مال دهاوية دهن قول قفكي أو دافوني مال أمرو وقلذي انك دنبي مركو قفكي سوبيوي تلقينته ملك انكراو او داف مال دهو قفكي دافوني مال امراو او سوبي مال دهو مين دافتني مال دهو قفكي سوبيوي مين سوبتي مال دهو قفكي دافوني مين سوبي وايتي مال دهو مركا حقيقة اهان دليل اهان صح اهان اما القول الراجح في المسألة قولك لمي انا ايو كراها انا ايو تاسا أنا لفتكي إلى راجحسن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تاسا شيغويت ما دام حديثك أو تلقينته أو بعد الدفن أو لك سحسنو مركا مي راجح أي قول ذان دهن إنا أو قبرق لدول استاغو أو دنبداف لنويديو أو إلهي سبحانه وتعالى إنا أو تثبيت لنويديو لندعايو تاسا أنا لفتكي إلى راجحسن تي تاس يا إلى راجح سنت حديث كاس مرجوح ويا لك راجح سنة مرك إن شاء الله تعالى قل راس لمي يا أنا أكتي إلى راجح سنت يا سين دهي لكن علماء ذكر نظام كي يقبل نسين شاقي إن شاء الله تعالى مسألة أنت تاس يا أنك بها خير سين رجية دمان بين إن شاء الله تعالى سين كبر رجية دين الإسلام كي إن الله برضه مال الله لمشي علماء إسك خلافه يان نظام كي إسك خلافه إن الأوجادو أو مسائش آت يآت لمبارو كتب الإسلام كن إن الكبارو يآت يآت سينقدير جليه يوتيوب ك يو واتساب ك إن أو اعتماد إسك دكتن ماء كتب البارة مسائل يال كن أو إسك خلافه رمان كتب الإسلام كي كهلاسن أحاديث كهلاسن تفاسير كهلاسن أما ميك هلاسن كتب ذكالة أحكامت ياك هلاسن أفرت مذاهب ياك هلاسن إمام أبي حنيفة إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى ياك هلاسن يو علم ذكالة كتاب ذي وك هلاسن دين تن ميلن باهن إن الله برضو دين تن إسلام كم دين هدو وسابل القاعدو ما قفكي دميو يو قفكي كالمشال فهماسو sidoo kale diin haddo oo la ka qaadado YouTube iyo social media ma sababto social media ma jiree maanta qof walkiin sheege barani haddana may aragaasi qof kale wixii qofkan maanta kiin sheegi walku duban sheegay marka hadii aad caam eto oo kutubadaada aan daalacadoyno oo kutubadaada aan baradoyno runtii jahwareerase wala aad soo biyooyti iyo wali kale wareerase dadka qaar shoo haddii may balayana ننكين كوايا ميك ده علماء اسم نجاح وريرتن علماء اسم نجاح وريرتن كم ولا شيء كم ولا شيء كم ولا شيء ها بكاو قفك مسلم كامل الرب دين تس وحيا لها ضروري جه لقما ما رمان كه انا اس برضو هدو اس برت وايو بمه اخر دم ولي اد عبدويت يا ولي كلا حتى مشال كسكرت عبادتي اد سو بيويت قاب كذا سو بيويت يا قاب كلا حتى مشال كسكرت مرك إن شاء الله تعالى دين الإسلام كي أنا لبردو يسينك بورية وقت أو ميك جرن آت يو آت خطران قفكي كلميوي وقفكي كال إن شاء الله كساينو قفك هدب أو سبهو قال الله تعالى وكين ده قال الله تعالى لك دهي لما هنا قابكي آيد لنفسره أما آيد لنشرح آيد قابكي لنشرحو يدوني حديث كي نسيقو كالي حديث كي أدو غايتي لأو حديث كي أدو غايتي لأميوه ولم يكن ميك دحاسه سانوي ولم دي كلمه ميك دحاينا ساسوي ولم دي كلمه ميك دحاينا ساسوي مرك شيخي ادك كلسونتو او احاديث قاداسو اما دينته قاداسو وانا اوغاتا
anagatan dad oo iska dhaxboodayaan meeli iyo raban anagatan marka khayr asin rajaa insha Allahu ta'ala kulli jawaabti talqiintani intaas yaan ka bahe wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.